الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: يوجد عندهم جمعية خيرية وتريد أن تقترح للمتبرعين أن يشاركوا في مشاريع خيرية كبناء مساجد ومدارس وحفر آبار. يقول: ثم إذا تم جمع المال الكافي للقيام بالمشروع تختار الجمعية أحد المتبرعين عن طريق القرعة ثم تعطي له عمرة. يقول: هل هذا يشبه القمار حيث الجهالة، لأن كل المتبرعين لا يدفعون نفس المبلغ؟ ونضيف ذلك أن العمرة تكون مذكورة عند القيام بالمشروع وعلى من المشارك في ذلك جميع المتبرعين. يقول: وقد قال المسؤولون في الجمعية إن هذه العمرة لا تدفع من أموال المتبرعين، بل العمرة مجانية من وكالة خاصة بالعمرة والحج. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمتقرر عند العلماء أن التحريم والمنع حكمان شرعيان، وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا كان حال هذا الأمر كما ذكرته أيها السائل، فإني لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله عز وجل، لأن العوض المدفوع وهو العمرة من طرف آخر لا يتعلق لا بالمتبرعين ولا بالجمعية نفسها، ولا يكون التعامل قمارا وميسرا إلا إذا كان العوض مدفوع من أحد المتباريين، أي المتسابقين أو المتغالبين، لأن المتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وميسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا فيما إذا كان العوض مدفوعا من المتبرع ليرجو به عوضا مدفوعا من الجمعية. وأما والحال أن العمرة ستكون تكاليفها ونفقاتها خارجة عن أموال المتبرعين وعن أموال الجمعية، فإنه عضو لا شأن له بالمغالبة ولا شأن له بهذه المعاملة، فلا أرى في ذلك بأسا ولا حرج فيه إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.